السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا. لسه مكملين مع الوحدة الأولى اللي بعنوان شخصيات رائدة، والنهاردة لقائنا مع الدرس الرابع واللي هو بعنوان نحب مصر، وهذا النص للشاعر أحمد محرم. يلا بينا نستمع إلى أبيات الشعر. يلا نتناول البيت الأول. بيقول لنا: مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعظم، مصر انهضي يحيا العلم. في هذا البيت الشاعر عايز يقول لنا إن أرض مصر أرض عظيمة على مر الزمن ومنذ القدم، ومصر رمز السمو والعظمة، ويتمنى الشاعر أن تعلو وترتفع. طيب، كلمة تعلو وترتفع هنا معناها ترتقي وتتقدم وتبقى دولة من الدول المتقدمة وسط الدول الأخرى. طيب تعالوا نتعرف على بعض المفردات. أول كلمة عندنا بتقول لنا رمز، معناها كلمة علامة، وكلمة علامة هنا يعني شيء مميز، حاجة كده مجرد ما أشوفها بعرفها على طول. يبقى كلمة رمز هنا معناها علامة. الكلمة التانية بتقول لنا كلمة الجلالة، كلمة الجلالة معناها العظمة، العظمة يعني الشيء العظيم. كلمة العظم معناها الفخامة، الشيء الفخم، الشيء الغالي. طيب، وعندنا كلمة انهضي، كلمة انهضي هنا معناها كفي، ان هي تقف. طب هو يقصد بيها ان هي تقف فعلا، ولا يقصد بيها ان هي تتقدم وترتقي؟ لا، يبقى كلمة انهضي هنا المراد بيها تقدمي. الكلمة اللي وراها عندنا كلمة يحيا معناها يعيش. طيب مين عارف المضاد بتاعها؟ يحيا هنا المضاد بتاعها يموت. يلا بينا نتعرف على أهم مواطن الجمال في هذا البيت. عندنا أول موطن جمال بيقول لنا رمز الجلال والعظم. هنا لو لاحظنا يا ولاد ان في هذا الموطن مفهوش اي حاجة تدل على ان هو اسلوب، يعني ولا اسلوب مؤكد ولا اسلوب امر ولا في يا ولا في اي حاجة. امال هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن تعبير جميل يدل على عظمة مصر، ان بيدل لما تبقى مصر هي الرمز للفخامة والشيء العظيم، يبقى هي يدل على عظمة مصر. يبقى التعبير هنا أو الموطن الجمال هنا بيقول لنا تعبير جميل يدل على عظمة مصر. الموطن اللي بعده بيقول لنا مصر انهضي. طب يا ترى
انهاضي دي قلنا معناها كفي او ان هي تقف. طيب مصر انهاضي، هي يا ترى مصر هتقوم تقف؟ لا. يبقى هنا تعبير جميل فيه ايه يا ولاد؟ تصوير. طيب هيصور مين؟ اتفقنا التصوير بيصور حاجة بحاجة. طيب اول حاجة مين؟ مصر. طيب صورها بايه بقى؟ بفتاة تستجيب للأمر اللي هو ايه؟ بالنهوض. تاني تاني، يبقى كلمة مصر انهضي تعبير جميل فيه تصوير، ها؟ مصر بفتاة تستجيب لأمر بالنهوض. الموطن اللي بعده انهضي، شايفين من لهجتي وانا بقولها انهضي؟ هنا فيها ايه يا ولاد؟ اسلوب امر. كلمة انهضي ده فعل امر. طيب فعل الامر في مواطن الجمال بيؤدي الى اسلوب امر. طيب هنا الامر ده يفيد ايه؟ التمني. يبقى انهضي اسلوب امر يفيد التمني. الموطن اللي بعده يحيا العلم. طيب هنا فيها اساليب؟ لا. طيب يبقى فيها ايه؟ تعبير يدل على حب الشاعر لمصر. يبقى يحيى العلم فيها تعبير يدل على حب الشاعر لمصر. يلا ناخد الأبيات اللي بعدها. بيقول لنا أم العلوم والفنون ساد بنوها الأولون، ومثلما كانوا نكون إن عليها قائمون، نرعى العهود والزمم. هنا الشاعر عايز يقول لنا ان مصر هي مهد الحضارات والعلوم والفنون. مهد الحضارات والعلوم والفنون يعني هي من اوائل الدول اللي قدرت تبقى عندها سبق وعندها حضارة بين الدول. طيب وده خلاها ان يبقى ابنائها من اول الناس اللي ليهم حكم وسلطان وقوة. طيب وبعد ما وصلنا ان احنا نبقى اصحاب حكم وقوة وسلطان، المفروض نعمل ايه؟ يجب ان نواصل الرقي، ما نبقاش واقفين بقى خلاص احنا عملنا حضارة وخلاص نقعد عليها. لا، لازم نتقدم اكتر ونرتقي اكتر زي اجدادنا لما كانوا عملوها. طيب هنعمل الرقي ده ازاي او هنتقدم ازاي؟ بالعمل والكفاح. ويجب ان نكون مثلها. مثل مين؟ مثل مصر. نعمل ايه؟ نرعى العهود والزمن. طيب اهم المفردات بقى عندنا في اول في الابيات دي، بتقول لنا كلمة سادة. سادة يعني معناها عظمة وشرفة، يعني احنا اصحاب الشرف او كان لينا الشرف ان احنا نبقى من اوائل الدول في بناء الحضارة. طيب كلمة بنوها معناها ابناؤها. يبقى سادة عظمة وشرفة، وكلمة بنوها معناها أبناؤها. طيب كلمة نرعى يعني ايه؟ نحافظ ونهتم ونحفظ. كلمة العهود معناها المواثيق، العهد اللي يبقى ما بين الدول وما بين بعضها. طيب كلمة الزمم هنا معناها كلمة العهود. يلا بينا نتناول أهم مواطن الجمال في هذه الأبيات. أول موطن بيقول لنا أم العلوم والفنون، يقصد بيها مصر أم العلوم والفنون. طب يا ترى هي مصر أم فعلا؟ لا. يبقى هنا فيها تعبير جميل يصور، تعبير جميل يصور. هي مصر مش أم، لا أنا هصور مصر بالأم. في إيه بقى؟ في العطاء. ماشي. يبقى أم العلوم والفنون فيها تعبير جميل يصور مصر بالأم في عطائها، ويدل ده على عظمتها. الموطن اللي بعده إن عليها قائمون. شفتيني وأنا بتك على كلمة إن؟ يبقى إن هنا أسلوب مؤكد بإن. طيب فيها موطن جمال تاني؟ أه فيها. إن عليها قائمون يعني أبناء مصر دايما بيحرسوها،
يبقى هنا بيصور أبناء مصر بالإيه؟ بالحراس، بالحرس، الساهرين على حماية، إن هم دايما بيرعوها ودايما بيحموها. يبقى إن عليها قائمون. فيها 2 موطن جمال هنا، أول واحد أسلوب مؤكد بإن، طيب، والتاني يصور أبناء مصر بالحراس الساهرين على حمايتها. لسه مكملين مع أبيات النص. نحب مصر مخلصين ونفتديها أجمعين، فيها حيينا مكرمين، وهي الحياة للبنين، هي الوجود والعدم. هنا الشاعر عايز يقول لنا إن حب مصر بيجري في عروق كل أبنائها، فهم يعملون بإخلاص من أجلها، لدرجة إن هم عايزين يضحون بكل ما يملكون، بأرواحهم حتى. على أرض مصر قادرين نعيش في عزة وكرامة، لأن مصر هي الحياة للجميع. مصر هي التي وهبت الحياة الكريمة التي بدون ذل لأبنائها ولغير أبنائها أيضا. تعالوا نتعرف بقى على أهم المفردات في هذه الأبيات. عندنا كلمة مخلصين يعني أوفياء، يعني ما يعرفوش الخيانة. كلمة مخلصين هنا معناها أوفياء. كلمة نفتديها معناها نضحي من أجلها. نفتديها معناها نضحي من أجلها. كلمة حيينا يعني عشنا. كلمة حيينا معناها عشنا. طيب، عايشين ايه بقى؟ مكرمين يعني معززين بدون ذل، ما يبقاش فيه ذل ولا إهانة، فيه عزة وكرامة. يبقى كلمة مكرمين معناها معززين. كلمة العدم يعني الفناء، يعني هي الوجود، يعني هي اللي موجودة دلوقتي، والعدم يعني الفناء، يعني الحاجة تبقى مفيش، مش موجودة. العدم معناها الفناء. تعالوا بقى نستخرج أهم المواطن الجمال في هذه الأبيات. كلمة نفتديها أجمعين، هنا مفيش أي كلمة بتدل على إن هي تصوير أو أسلوب، هنا فيها تعبير جميل يدل على حب مصر، قد إيه إحنا بنحب مصر وقد إيه إحنا مستعدين إن إحنا نضحي من أجلها. يبقى نفتديها أجمعين تعبير جميل يدل على حب مصر والتضحية من أجلها. تعبير جميل يدل على حب مصر والتضحية من أجلها. الموطن اللي بعده، فيها حيينا مكرمين، يعني إحنا عايشين على أرض مصر حياة فيها كرامة وعزة. يبقى هنا فيها تعبير يدل على فضل مصر على أبنائها، قد إيه مصر بتقدم لنا حاجة كبيرة جدا جدا، بتقدمها لمين؟ لأبنائها. فيها حيينا مكرمين تعبير يدل على فضل مصر على أبنائها. الموطن الثالث، الوجود والعدم. لو نلاحظ هنا الكلمتين عكس بعض، فهنا موطن الجمال بيقول لنا فيها تضاد يقوي المعنى ويوضحه. لما يبقى عندنا كلمتين عكس بعض، ده في مواطن الجمال بيؤدي إلى تضاد يقوي المعنى ويوضحه. ومع آخر الأبيات، نبني لها خير البناء نعلو بها إلى السماء. نبني لها خير البناء نعلو بها إلى السماء، ندين فيها بالوفاء، ومصر أولى بالفداء، هي الحمى وهي الحرم. هنا يا ولاد الشاعر عايز يدعو أبناء مصر إلى العمل الجاد والعمل المخلص، حتى نرفع من شأن الوطن أو من شأن وطننا، نوصل بيه لأعلى مكان، حتى لو قدرنا نوصل بيه إلى السماء. أبناء مصر هيفضلوا مدينون
لها بالوفاء والأمانة والتضحية. لازم هنفضل نضحي من أجلها، ولازم نفضل نرتقي بها ونتقدم بها. فهي أحق الأوطان إن احنا نحافظ عليها، لأنها تعتبر مكان مقدس ومكان عظيم بالنسبة لأبنائها. تعالوا نتعرف على أهم المفردات في هذه الأبيات. كلمة نبني معناها نقيم ونشيد، يعني نبني يعني نقيم ونشيد. كلمة نعلو معناها نرتفع ونرتقي ونتقدم طبعا. كلمة ندينه معناها نتخذه دينا، أكنها تعتبر زي أكننا بنحب ربنا، وبعد حب ربنا حب الوطن. كلمة أولى معناها أحق، إن هي دي أحسن أو أفضل أو أحق. كلمة الفداء معناها قلنا قبل كده التضحية. وكلمة الحرم معناها كلمة المكان المقدس والعظيم. وزي ما قلنا في الأبيات إن الشاعر يدعو أبناء مصر للعمل الجاد والعمل المخلص، حتى نعلو ونرتفع ونرتقي بمصر إلى السماء. وهنفضل عايشين على أرض مصر مدينون لها بالوفاء والأمانة والتضحية، لأن مصر أحق بلد إن احنا لازم نحافظ عليها ونضحي من أجلها، لأن هي المكان المقدس، المكان العظيم اللي احنا بنعيش فيه. أهم بقى المفردات أو مواطن الجمال في هذه الأبيات كانت نعلو بها إلى السماء. قد إيه الموطن ده تعبير جميل بيبين أو بيعرفنا مكانة مصر العالية. أكيد الشيء اللي بيبقى غالي على الإنسان تمام بيشيله في حتة أفضل، أو بيحتفظ به في حتة أعلى. فنعلو بها إلى السماء تعبير جميل يبين مكانة مصر الغالية. الموطن اللي بعده هي الحمى وهي الحرم. هنا تعبير جميل يدل على قدسية أرض مصر، قدسية يعني عظمة، حاجة مقدسة. يبقى تعبير جميل يدل على قدسية أرض مصر. يلا نختبر معلوماتنا من خلال حل هذا التدريب. التدريب بيقول لي أم العلوم والفنون، ساد بنوها أولون، ومثلما كانوا نكون، إن عليها قائمون، نرعى العهود والزمام. السؤال بيقول لي أكمل مكان النقط مرادف بنوها. كلمة بنوها معناها إيه؟ معناها أبناؤها. مفرد الأولون، المفرد كلمة الأولون مفردها إيه؟ الأول. هايل. طيب السؤال اللي جاي ده سهل جدا، جمع كلمة أم، دي سهلة قوي، جمع كلمة أم أمهات. السؤال اللي بعده مضاد قائمون، قائم واقف كده، عكسها إيه؟ ها، قاعدون. برافو عليكم. يلا السؤال اللي بعده، كيف صور الشاعر أبناء مصر في البيت الثاني؟ البيت الثاني فيه تصوير، إيه هو التصوير لأبناء مصر؟ ومثلما كانوا نكون، إن عليها قائمون. مين فاكر التصوير أبناء مصر هنا؟ شبه الشاعر أبناء مصر بالإيه؟ برافو. صور الشاعر أبناء مصر بالحراس الساهرين على حمايتها. طيب السؤال اللي بعده، ما الجمال في أم العلوم والفنون؟ هنا في موطن جمال، ايه هو؟ نركز في كلمة أم العلوم والفنون، ها فيها ايه؟ تعبير جميل يصور مصر بالأم في عطائها. يلا السؤال اللي بعده،
حلل الكلمتين الآتيتين إلى مقاطع صوتية. فاكرين المقاطع الصوتية يا ولاد؟ يلا نقطع مع بعض مقاطع الصوتية. كلمة الفنون مقاطع صوتية، يعني هنقف كل حرف هنقف عنده، تمام، نفصله عن الحرف اللي قبله. كلمة الفنون، ال في نون في الآخر، يبقى الألف واللام والفاء النون والواو والنون. الكلمة اللي بعدها كلمة الأولون، الأوى الأوى، نخلي بالنا. كلمة الأولون تتقطع ازاي؟ يلا نقطعها مع بعض. ال او و لو ن، خلي بالنا حرف الواو الاولاني عليه شدة، انا مش حطاها بس احنا بننطقها، فهتتنطق معانا الالف واللام، الالف والواو، وبعد كده الواو، وبعد كده لام وواو والنون. وبكده نكون انتهيت من شرح هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.